هاي الأوفر فيشينج أو الإفراط بصيد السمك بيحصل لما تؤدي أنشطة الصيد لانخفاض مستويات مخزونة الأسماك لتحت المستوى المقبول، وهالعملية ممكن تحصل على أي مسطح مائي إذا كان بحيرة أو محيط. بتؤدي هالعملية بالنهاية لاستنفاد الموارد السمكية وحتى انقراض عدد من أصناف الأسماك وزعزعة النظام البيئي البحري بشكل كامل، مثل يلي صار بحالة الإفراط بصيد أسماك القرش. بتعاني اليوم 34% من كميات الأسماك بالعالم من الإفراط بالصيد، وبتعاني أسماك البحر المتوسط والبحر الأسود من 62% من الأوفر فيشينج مقابل 59% لأسماك المحيط الأطلسي و 39% لأسماك المحيط الهادي. هالكميات بتكلف هالمجال حوالي 50 مليار دولار بالسنة. مين قال إنه الباي كاتشينج أو الصيد غير المقصود لأنواع معينة من السمك خلال الالتقاط غيرها بشكل نسبة كبيرة من الأوفر فيشينج وخطر كبير على البيئة البحرية؟ أنا قال شوفكم بكرة.